هنرجع ليه. كان في برضو أسئلة من حلقات ماضية، كان معانا الدكتور محمد كان بيسأل ان هو بيشتغل في دول الخليج وزوجته بتشك فيه، وده بيقول ما كانش قبل كده موجود، وانها يعني بيقول موقف حصل مع احدى الطالبات وهو 65 سنة، وبيقول يعني يوم الموقف يعني هي واخداه بانه حصل شيء وانه حقيقة ما حصلش شيء، وبعدين بيقول انه هي بقى مسألة الشك بقت شديدة جدا. فانا بس هقول لك يا دكتور محمد، انتوا الاثنين قد بعض في السن، وانا ده انا سالت حضرتك حضرتك 65 وهي 65 سنه، ربنا يديكم الصحه والعافيه وطولة العمر، ويجمع بينكما في خير وعلى خير، ويجعلك قره عين لها ويجعلها قره عين لك ان شاء الله. احنا احيانا العمل الشديد وكثره السفر بتحول الناس لمكن، احنا مش عايزين نبقى مكن، احنا عايزين نكون يعني بني ادمين. الانسان او بني ادم ده يعني عنده مكون من أشياء كثيرة، ما هوش بس آلة لاستحضار المال، إنما هو كيان مكون من مشاعر ومن أحاسيس، وفي مواقف حياتية وفي اجتماع إنساني، وضرورة الاجتماع الإنساني ضرورة من ضرورات الحياة. وإننا الهجر المسافات الطويلة دي أحيانا بيخلي الجفوة بتزيد والمشكلات كمان بتزيد. فأنا عايزة بس حضرتك تقلل أو تجيبها أكتر، لو بتجيبها مرة في السنة أو مرتين خليهم أكتر، يبقى على طول حضرتك يعني زي ما بنقول في لغتنا المصريه كده ايه، بتشغلها يعني، بتكلمها وتاخد وتدي معاها وتبعت لها مسجات، تبعت لها انت. الستات بتحب المجاملات اللطيفه المفاجئه، اكون انا حريص على كده، وما فيش احرص من انه الانسان يحرص على الحلال وانه يحافظ على ذلك الحلال في اي صوره كانت. كلمها كتير، خليها تجيلك كتير، انزل برضو انت كتير، بلاش الايه اذا كان في امكاني ذلك، واعين نفسي واساعد نفسي ان انا اوجد هذه الحاله اللطيفه عشان الحياه تلطف. انما البعد نشوف بعض يعني كل 6 شهور مره، اكيد مع السن وتقدم السن ربنا يديكم الصحه والعافيه، انه بيبقى محتاجين نوع من الرعايه اكتر. الانسان كل ما بيكبر كل ما شانه بيضعف، وبيحتاج للحنان اكتر وللمشاعر اكتر، وما بالك الكيان ده امراه. فاحنا وحضرتك كذلك بتحتاج ذلك، كل الانسان ما يتقدم به العمر كل ما بيحتاج هذا الدفء. الدفء ده مش موجود هيبقى فيه ايه الموجود؟ وساوس الشيطان بقى والهواجس والخواطر وما يعرض على قلب الانسان. فانا عايزه اقطع الطريق بمزيد من الود ومزيد من السؤال ومزيد من الحنان، ويبقى ده أنا بعمله وبقول يا رب أنا أتقرب بهذا الصنيع إليك. يا خبر يكون عبادة كبيرة عند الله. ليه؟ لأنك أنت بتحافظ على آية الزواج، بتحافظ على ذلك الحلال وبتحميه من الاضطراب، من التهوين، من قدره، من إحداث نوع من المشكلات في الحياة الزوجية. لا، ده أنا عندي يعني إقدام على الحفاظ على ذلك الخير والفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى من على حضرتك به.